في كل حلقه دائما نقول المخفيين المخفيين المخفيين. هناك مخفيين لهذه اللحظه ما زالوا من مخفيين الثوره، وهناك ايضا مخفيين لهذه اللحظه من زمان. قصتنا لهذا اليوم هي قصه المخفي ثابت العبسي والذي اختفى عام 78. تعالوا مع بعض نعيش مع اسرته. مره اخرى تطرق قصص المخفيين الذاكرة والجدران المعتمة والفراغات المطلة من شقوق الحزن، لتلفح رياح البعد الباردة قلوب أسر المخفيين، لتأسرها مسافات ثلجية لم يبق منها سوى بعض الكلمات وألوان الصور التي تتحدى الغفلة والنسيان. ومن بين ثنايا السطور تطل قصة المخفي الثابت علي غالب العبسي الذي ولد عام 1924 في قرية ضبي الأعبوس بمحافظة تعز. درس في الكتاب بداية حياته، ولأنه أكبر إخوانه انتقل إلى عدن بحثاً عن عمل، وهناك بدأ العمل مع شركة ملاحية أيام الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، فتشكلت مع الأيام شخصيته القيادية ومشواره السياسي، فكانت واحدة من أسرار إخفائه. نحن الآن في منزل الوالد فاروق ثابت العبسي، قصة أخرى لمخفي آخر لكي نعرف تفاصيل اختفائه وكيف اختفى وكيف هم عاشوا ظروف الاختفاء ومعاناة الاختفاء. والدي على كل حال عامل في الاتحاد العام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، وعضو في نقابة في الاتحاد العام لعمال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. في تلك الفترة الذي اختفى فيها كان تاريخ 14/7/1978، كانت الظروف ملبدة بالغيوم بين الشمال والجنوب، فكان أن يأتي أي مواطن يمني من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى صنعاء يعتبر بمثابة تهمة جاهزة على أساس أنه عميل. فلذلك ترافق مع قدوم والدي إلى صنعاء أن وزعت منشورات من قبل الحزب الديمقراطي الثوري اليمني الذي كان على مواجهة مباشرة مع السلطة، وكان يقارعها في كل مكان ليس في صنعاء فقط وإنما على امتداد مساحة الجمهورية العربية اليمنية سابقا. وكان نشاطه في جناحه السياسي في المدن، بينما كان نشاطه العسكري وجناحه العسكري يناضل في الأرياف وفي كل أطراف اليمن. فعندما تم توزيع المنشورات قامت السلطة بحملة اعتقالات لمناضلي الحزب الديمقراطي الثوري اليمني، فكان والدي في تلك الفترة ساكن في بيت في الصافية الجنوبية مع هؤلاء الرفاق الذين تم اعتقالهم، فاعتقل معهم. وعندما عرفوا أنه أتى من عدن عاملوه معاملة خاصة في السجن، وإضافة إلى مسألة التحقيقات كانت القاسية، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي الذي مارسوه ضده في المعتقل، حيث الوحشية المفرطة للسجانين التي تمزق أجساد المعذبين، صرخ ثابت العبسي من الألم يا ابن علوان، فظن معذبوه أن ابن علوان أحد أفراد الخلية، فزادوه تنكيلا وعذابا ليتخفى صراخه وجسده. بعد شهر من اعتقاله نقل إلى زنازة خاصة. بعد تلك الفترة لم نجد له أثرا، فحاولنا أن نتابع، نطرق أبواب جهاز الأمن الوطني سابقا، طرقنا أبواب الداخلية، فكان الرد الوحيد من قبلهم أنه لا نعلم شيئا، ليس عندنا. فحاولنا أن نرفع رسائل إلى رئيس الجمهورية في تلك الفترة، كان لم يردوا حول هذه المسألة. بعد ذلك تم اعتقال أخي، إضافة إلى اعتقالي أنا شخصياً. عندما اعتقلت أنا وأخي
لأن إحنا كنا مناضلين في إطار الحزب الديمقراطي الثوري اليمني، وكنا ننشط ضد السلطة في الأساس. فتمت حملة اعتقالات ثانية، فكنا ضمن المعتقلين الآخرين، وكانت الاعتقالات عامة وعشوائية، بحيث أنه أي منتمي إلى الحزب الديمقراطي الثوري اليمني كان يشتبه فيه أو يظن أنه منتمي أو حتى نصير لهذا الحزب يأخذوه. إضافة إلى أن كان منطقة العبوس بالذات كانت تهمة الوحيدة لكل عبسي أنه ديمقراطي ثوري، فلهذا شملت الاعتقالات كل أبناء المنطقة بشكل عام، حتى امتلأت فيها السجون، مثلا سجن الأمن الوطني، الأمن العام، فكانت مليئة بالمعتقلين من رفاقنا المناضلين. للسجن حكاية أخرى مع المخفيين، فلم يكن جدرانه مغلقة على ثابت العبس لوحده، بل أفترش أرضيته الصلبة وأحرقت سياطه الغليظة جسد أبنائه ورفاقه. تم إخفاء كثير من رفاقنا، مش إلا والدي فقط، وإنما كثير من الأخوة الرفاق الذين اعتقلوا معه في تلك الفترة، مثل الرفيق عبد السلام علي عبد الكريم، بعض الرفاق الآخرين الذين تم إخفاؤهم لفترة زمنية معينة، وبعد ذلك تم إخراجهم وهم مجانين، وهي أربع حالات موجودة. لهؤلاء الذين أخرجوهم وقد هم فاقدين لعقولهم، تعرضوا لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى استخدام الوسائل الكهربائية في التعذيب والصعقات الكهربائية، بحيث أنها أثرت على أرجانيزم دماغهم، بحيث أنه أصبحوا مجانين في الشوارع. أمثال الرفيق سيف مقتل، إضافة إلى الرفيق محمد أحمد عبد الودود رحمه الله، لا أذكر بقية الأسماء في الوقت الحاضر. ومن ذاكرته المجروحة وقلبه النازف، يحصد العم فاروق عشب الألم وتترنح أيامه من الوجع، فما مضي من حياته يشبه عاصفة أمطار لا يتوقف ضجيجها. الرفاق الذين خرجوا من السجن وكانوا مسجونين معه، طبعا نقلوا إلينا بعض المعلومات الذي تمت في بعد النصف الثاني من شهر يوليو 78 وخلال شهر أغسطس، إنه كان يتعرض لتعذيب جسدي قوي، بحيث إنه يريد أن ينزعوا منه معلومات وهو فاقدها أساسا لأنه لا يعلمها. وبعد ذلك تم نقله إلى زنازن خاصة انفرادية، بحيث أنه لم يصلنا حوله أي معلومات. جريمة الإخفاء القسري تعتبر جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ذلك أن لها أثر مستمر، ليس على المخفي قسريا لذاته، وإنما توصل تداعياته إلى مجمل أفراد أسرته، بل إلى المجتمع بشكل عام. مرت السنين وزوجته التي ودعته في رحلة ذهابه إلى صنعاء، طال بها الانتظار المخلوط بالألم والحزن، فماتت وعيناها ترقب الآفاق لعله يأتي من هناك أو هنا، ولم تكن وحدها تنتظر عودته، فثمة أبناؤه وبنات وإخوة ظلوا كذلك، فطال زمن الانتظار ولم يرق قلب الجلاد ولم يعد ثابت. بعد إخفاء والدي في بحدود 3 سنوات، تم اعتقال أخي في البداية، ومن ثم تم اعتقالي. فكان في تلك الفترة تخيلي كيف مستقبل الأم، أو كيف أن تسمع أن زوجها كان مختفي. بالأخير تم اعتقال ولديها اللي هي تعتمد كانت عليهم في الحياة، فهذا عكس طبعا جانب نفسي غاية في السوء. إضافة إلى ذلك أن الأفراد الأسرة طبعا كانوا في عذاب دائم وخوف مستمر، لأنه
كانت تتم الحملات العسكرية إلى منطقتنا، فكان خوفا حتى على الفتيات أنه تم تهريبهن إلى مناطق أخرى. فهذا طبعا كانت، فهذه المسألة كانت غاية في الحزن بالنسبة لنا. وأخي تم اعتقالنا سنة واحدة فقط، وكانت في تلك الفترة الوالدة بذاتها طلعت من البلاد إلى صنعاء، إلى ومعظم أوقاتها كانت في مراجعات، وكانت في صدام مع جهاز الأمن الوطني سابقا. وفي الأخير بعد اعتقالنا طبعا الوالدة شعرت بنافذة أمل أنه نصف الويل ولا كل عقل تقدير. فطبعا هي ظلت تسأل عن والدي من تلك الفترة حتى توفت في 23/11/2006. من أشعار البردوني وصفحات مجلة العربي ورفوف الكتب، يلملم العم فاروق أحزانه من وحشة الانتظار وعراء المسافات الفاصلة بين نحش الأحرف المنقوشة على أوراقه وأشيائه الحزينة لمخفي معلق بين خاصرة السماء وانتظار المستحيل.